بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد رئيس المحترم، السيدات والسادة الوزراء المحترمين، السيدات والسادة النواب المحترمين. يشرفني أن أعرض على أنظار مجلسنا الموقر نص التقرير الذي أعدته لجنة القطاعات الإنتاجية بمناسبة انتهاء من دراسة ومناقشة القطاعات التابعة له. بداية أود أن أتوجه للسادة الوزراء بالشكر والتقدير باسمي ونيابة عن السيد رئيس اللجنة ومكتبها وكافة أعضائها والطاقم الإداري الذي رافق على ما قدموه من توضيحات في كل أطوار المناقشة. شرعت لجنة القطاعات الإنتاجية يوم الخميس 31 أكتوبر 2013 في أشغالها بقطاع الفلاحة والصيد البحري، حيث قدم السيد الوزير عرضا تفصيليا أمام السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة، تمحور بالأساس حول الخطوط العريضة التي تنبني عليها ميزانية القطاع، مستعرضة المراحل والخطوات المتجلية في مخطط المغرب الأخضر والتي تهدف إلى مقاربة شمولية في ملامسة جميع المتدخلين في القطاع الفلاحي، كما قدم برنامج سنة 2014. وقد تركزت مداخلات السيدات والسادة النواب في مناقشة الخطوط العريضة وتمحورت التساؤلات بشأنها حول الاعتمادات المرصدة لميزانية الفلاحة والصيد البحري ووضعية هيكلة هذا القطاع من أجل تحقيق الفعالية بالنسبة له وتفعيل التعاون الثنائي وتمكين الفلاحين من القدرة على المنافسة وولوج الأسواق الجديدة والرفع من الإنتاجية والجودة وتنمية سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني وتأهيل الفلاحة التضامنية، كما طالبت التدخلات بالرفع من مستويات التأطير والتكوين وبرامج الإرشاد الفلاحي والعناية ببرامج تنمية العالم القروي والمناطق الجبلية. وفيما يتعلق بموضوع الإصلاح الضريبي، تم النقاش حول تضريب القطاع الفلاحي باعتباره قطاعاً أو باعتباره إجراءاً يراعي خصوصيات القطاع والذي يجب أن يتم بشكل تدريجي يمتد إلى سنة 2020 مع إعفاء الفلاحين الصغار والمتوسطين. وبخصوص مشروع ميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، قدم السيد وزير عرضاً ذكر فيه بالإطار المرجعي والتوجهات الاستراتيجية العامة لمشروع قانون المالية، ثم قدم مجموعة من المؤشرات الرقمية حول أداء مكونات الاقتصاد الوطني المرتبطة بالقطاع، وهي مؤشرات إيجابية في مجملها. بعد ذلك استعرض السيد الوزير حصيلة عمل الوزارة خلال سنة 2013 قبل أن يقدم برنامج عملها في سنة 2014، وهو برنامج مكثف وطموح أكد فيه على أن وزارته ستواصل الجهود لدعم القطاعات والمهن الصناعية. ومن جهته قدم السيد الوزير المنتدب المكلف بالمقاولات الصغرى والقطاع غير المنظم عرضا مذكرا بأهمية المقاولات الصغرى في النسيج الاقتصادي، كما استعرض الإكراهات التي تواجهها وأشار إلى أن الوزارة ستضع مخططا وطنيا لإدماج القطاع غير المهيكل ليساهم في مجهودات التنمية بالشكل المطلوب، وذلك عبر مجموعة من المبادرات التشجيعية الطموحة، وهو ما ستعمل عليه الوزارة خلال سنة 2014. وبخصوص قطاع التجارة الخارجية، قدم السيد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة حصيلة عمل الوزارة همت بشكل خاص النتائج التي حققتها الإصلاحات الهيكلية لتنمية التجارة الخارجية، كما قدم السيد الوزير خطة عمل الوزارة حيث استعرض مجموعة من الإجراءات تهدف في مجملها إلى مواصلة ومضاعفة الجهود الرامية إلى المساهمة في ضمان الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية، باعتبار التجارة الخارجية أحد المحاور التي ترتكز عليها توجهات التنموية المسطرة في مشروع القانون المالي لسنة 2014. لقد ناقش السيدات النائبات والسادة النواب بكل مسؤولية مكونات مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ولم يفتهم التنبيه إلى بعض القضايا كدعم الصناعة الوطنية وحمايتها وتقييم استراتيجية التي وضعتها الوزارة وعقلنة حوافز الاستثمار لتوجيهها لمستحقيها وتفعيل دور غرف التجارة والصناعة والخدمات وخلق توازن بين الجهات في مجال الاستثمار، كما طالبوا بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والاهتمام أكثر ببعض فروع الصناعة الواعدة، كما أثاروا الانتباه إلى غلاء سعر العقار الموجه للقطاع الصناعي والشلل الذي أصاب بعض المناطق الصناعية، كما أكدوا على أهمية وضع استراتيجية شراكة
مع الجماعات المحلية لتنظيم الأحياء الحرفية والعمل على تحفيزات مالية للقطاع غير المهيكل في الميزانية العامة للدولة ووضع مخطط وطني لأسواق الجملة. وبخصوص التجارة الخارجية، طالب السادة النواب بوضع آلية لدعم السياسة التجارية الخارجية من خلال دعم القطاعات التصديرية ومصاحبتها واتخاذ تدابير ضرورية في ضوء استمرار التأثيرات الظرفية الاقتصادية العالمية على الميزان التجاري وإحداث تمثيليات على المستوى الجهوي بالخارج والتنسيق بين جميع المتدخلين في مجال تحفيز الصادرات وتبسيط المصادر الإدارية ووضع شباك وحيد للتجارة الخارجية وغيرها من المواضيع. وبخصوص الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سهلت السيدة الوزيرة عرضها بإبراز أهداف رؤية 2015 التي تستهدف ثلاث فئات ومن خلال الرفع من مداخل الصناع الفرادى وإبراز فاعلين مرجعيين مذكرة بالأهداف الاستراتيجية للرؤية، مستحضرة بعض المحطات البارزة في سنة 2013 بمعطيات وأرقام حول القطاع ثم منجزات وبرنامج عمل 2014. فيما خص الجزء الثاني من عرضها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطرقت فيه إلى مفهوم وميادين وكذا السياق العام لاستراتيجية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2010-2020 وحصيلة منجزات سنة 2013 وبرنامج عمل 2014، وأنهت عرضها بتناول مشروع الميزانية للوزارة. وقد ناقش السيدات النائبة والسادة النواب بكل مسؤولية مكونات مشروع الميزانية الفرعية للوزارة وتمنوا ما تم تحقيقه من منجزات، ولم يفت السادة النواب التنبيه إلى بعض القضايا كالمخطط الجهوي لتنمية قطاع الصناعة التقليدية وإشكالية التمويل وتقييم رؤية 2015 وما هو متوقع بعد 2015، كما تمت الإشارة إلى دور الفاعلين المرجعيين في تحقيق رقم معاملات ودور الغرف الصناعة التقليدية في مخطط الوزارة، بالإضافة إلى المشاكل المرتبطة بإقامة المعارض، كما تمت المطالبة وبإلحاح بحماية وتثمين منتوجات الصناعة التقليدية واستشراف الأسواق الجديدة والحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض والحد من تعقيد مسطرة الترخيص للتعاونيات وتسهيل تسويق منتوجات مكونات قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أما بخصوص مشروع ميزانية وزارة السياحة، فقد سهل السيد الوزير عرضه بالتأكيد على أهمية استراتيجية لقطاع السياحة بالمغرب باعتباره محركاً أساسياً لعجلة النمو الاقتصادي ومساهماً في الناتج الداخلي الخام الوطني، وأكد أنه وعلى الرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة والمناخ السياسي والاجتماعي غير القار ببعض الدول المجاورة، وبفضل الاستقرار الذي تنعم به بلدنا والرؤية الواضحة لاستراتيجية الوزارة، فقد تمكن المغرب من تحقيق نتائج مشجعة للنشاط السياحي جعلت وتيرة صبيب السياحة ببلد في نمو مستمر ومن الوجهات السياحية المفضلة عالميا. وتأسيسا على ذلك، استعرض السيد الوزير رؤية 2020 التي تهدف إلى جعل المغرب من ضمن الوجهات السياحية الأكثر جاذبية بالعالم، وذلك بمضاعفة المجهودات لاستقطاب أسواق جديدة وتقوية جودة العرض من خلال الأوراش المفتوحة، وكذا باعتماد جيل جديد من المنتوجات السياحية لملائمة العرض مع متطلبات السياحة العالمية والداخلية. وكحصيلة لنشاط السياحي خلال موسم 2013، قدم السيد الوزير أهم المؤشرات المرتبطة بالقطاع، وهي مؤشرات إيجابية ومرضية في مجملها مقارنة مع الوجهات السياحية المنافسة، مبرزا تطورها خلال الفترة الممتدة بين يناير إلى أغسطس 2013، والتي تميزت بنسبة نمو تصل إلى 6.7% مع تطور ليالي المبيت إلى 9% وارتفاع مداخل السياحة بنسبة 2.2%، وهي مؤشرات تؤكد أنه رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة والمناخ السياسي والاجتماعي الغير القار، فإن بلدنا والحمد لله تمكن من تحقيق نتائج مشجعة للنشاط السياحي. وختاما، قدم السادة النواب استفساراتهم حول القضايا المرتبطة بالقطاع مذكرا بعض الملاحظات متعلقة بضرورة تقوية السياحة الداخلية وتقوية مجال الترويج. وفي الأخير، أخبر المجلس المحترم بأن اللجنة المحترمة وقد وافقت على الميزانية الفرعية الأربع والتي تدخل في قصة اللجنة: وزارة السياحة الموافقون 19، المعارضون 12، الممتنعون لا أحد، وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الصناعة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الموافقون 20، المعارضون 12، الممتنعون لا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا